بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وإذا قلنا الصحيح نستبعد الفاسد ونستبعد الباطل، والباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. الباطل ما اختل ركنه، وأركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والإشهاد. هذه أربعة، فإذا اجتمعت هذه السبعة الأركان الثلاثة والشروط الأربعة قلنا إنه نكاح صحيح، وإذا اختلت الأركان قلنا نكاح باطل، وإذا اختلت الشروط قلنا نكاح فاسد. ثم ذكرنا الشروط التي يشترطها الرجل على المرأة، أو التي تشترط المرأة على الرجل، منها شرط يبطل العقد أو يبطل النكاح. إذا اشترط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته فهذا يسمى بالشغار، وهذا باطل ولا يجوز. ومنها شرط فيه مصلحة، كأن تشترط المرأة أن تبقى في بلدها، كأن تشترط المرأة أن تستمر في عملها، كأن تشترط أن تواصل في دراستها، كأن تشترط مهرا محددا ومبلغا معلوما، فهذا شرط صحيح والعقد صحيح أيضا. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، بدأنا في العيوب. قد يكون هناك عيب في الزوج، وقد يكون عيب في الزوجة، فما العمل؟ الشريعة ما تركت خيرا إلا دلت الأمة عليه، ولا ما فيه ضرر إلا حذرت منه وعملت على حله. فقد يكون هناك شرط يكون سببا، أو قد يكون هناك عيب يكون في التعاسة وفي عدم راحة البال وفي عدم اطمئنان الخاطر وفي الشقاء بينهم، فالشريعة حددت بأنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا وهناك أمور لا تعلم إلا إذا تم الزواج، تم الدخول. قد لا تعرف المرأة أن الزوج به عيب، وقد لا يعرف الرجل أن الزوجة بها عيب. الرجل قد يكون به عيب كأن يكون مجبوب، أو كأن يكون عنين. فإذا كان مجبوب يعني مقطوع الذكر، فالمرأة تتضرر في ذلك، وقد لا يعفها، وقد لا يقوم بما يجب عليه نحوها. والمرأة قد يكون بها عيب، ومن ذلك الرتق والقران والعفال وغيرهما من الأشياء التي ذكرناها. فالمرأة أي فالرجل لا يمكن أن يصبر على هذا، تزوج ليعف نفسه،
ولم يجد مجالا للإعفاف لأنه ليس هناك فتحة يسلك منها الذكر، لأن هناك عظم في الفرج أو ورم أو شيء من ذلك، فهذا أيضا من الأشياء التي يمكن للمرء أن يمكن أن تحل بالتفريق بينهم بناء على رغبة المرأة أو بناء على رغبة الرجل. فإذا كانت المرأة هي المتضررة كأن يكون مجبوبا أو عنينا، جاءت في الصدر الأول وقالت إنما يعني الذكر موجود وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ما يتحرك، فهذه لا تستفيد، أو مجبوب أي مقطوع، فهذا فيه ضرر عليها. وكذلك لا إذا جاء إلى المرأة ووجد أن مكان الفرج مسدودا أو به رتق أو قرن أو عفل أو غير ذلك فهو يتضرر بذلك. وهناك أمور أيها الأحباب، إذا كان هناك بخار يعني رائحة، وإذا كانت في أحدهما ويتضرر الآخر فيمكن أن يقيم دعوى لفسخ النكاح، وإذا كان فيهما جميعا كل واحد به من هذا النوع من هذا العيب، فالعيب الذي في المرأة مثل العيب الذي في الرجل فيعمل على حله. وهكذا ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه الكافي في بيان عيوب الرجل وعيوب المرأة وما يمكن أن يكون حلا لإزالة هذا العيب ولتحقيق رغبة كل منهما من الإعفاف. فالرجل يريد إعفاف نفسه ويريد الذرية الصالحة ويريد الاستمتاع، والمرأة تريد إعفاف نفسها وتريد الذرية الصالحة وتريد الاستمتاع، فإذا لم يتحقق لأي منهما ما يريد فمن حق الآخر أن يقيم دعوى والقاضي يتصرف بما به براءة الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له، يعني إذا كان يدري، المرأة تدري بأن الرجل مجبوب وأقدمت على بصيرة، والرجل يدري أن بها قرن أو عفل وأقدم على بصيرة، نقول ما في خيار، أنت أقدمت وأنت على علم ودراية ومعرفة فلماذا تقدم؟ نعم، لأنه دخل على بصيرة بالعيب، لأنه دخل، أقدمت المرأة على الموافقة، لأننا قلنا من الشروط الرضا، كذا شيخ أحمد، من الشروط الرضا، فرضيت المرأة برجل تعرف أنه مجبوب، ورضيت المرأة برجل تعرف أنه عنيد فهي دخلت على بصيرة، ورضي الرجل بأنه دخل على امرأة فيها قران أو عفل أو غير ذلك من العيوب وأقدم على بصيرة، فلا خيار له ولا لها لأنهم على علم بذلك. لكن إذا كان ما يدري من حقه أن يقيم دعوى. نعم. فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه، وهذه العبارة فلا خيار، فلا خيار له. نعم. لأن للطرف الآخر يعني. نعم. لأنه دخل على بصير، أنت تدري أن المرأة تعرف أن الرجل مجبوب، المرأة تعرف أن الرجل عنين، معناه أنها عندها يعني تريد أحد مثلا يكون يؤنسها في البيت أو يكون يقوم بشؤونها أو كذا، وأما حركة الجماع وما أشبه ذلك فهي لا 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 ليست عندها أو ليس لها أهمية. نعم، لأنها دخلت على بصيرة، والرجل علم عن هذا العيب الذي في المرأة ودخل على بصيرة فلا خيار. نعم. لأنه دخل على بصيرة بالعيب، فأشبه من اشترى ما يعلم به، فأشبه ما أشبه بمن اشترى
ما يعلم أن به عيب. يعني مثلا اشتري سيارة وتعلم أن الماكينة مخبطة على سبيل المثال، فما ترجع مرة ثانية تقول لا ليه الماكينة مخبطة. اشتريت ناقة وتعرف أنها تضلع، اشتريت دار وتعلم أن ما في أساسات، فأنت على علم. نعم. فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه. أنا أذكر رجاني قضية مرة، رجل اشترى بيت وفي من 4 أدوار، بعدين قال ما في أساسات، وأنا قلنا أنت عندك علم؟ قال لا ما عندي علم. فعملنا لجنة أو هيئة علشان يشوفون، قالوا ما في أساسات. ما دام ما في أساسات كل يوم عرضه على أساس أنه يسقط. فأشبه من علم بالعيب قبله أو يعني إذا كان عن قناعة فهو دخل على بصيرة، لكن قول أنا ما أدري، بيت 4 أدوار يمكن نقيم عليه بعدين 2 أو 3 يصير 7، لكن إذا طاح يكون يهلك الناس. نعم. وإن وجد بصاحبه عيبا به مثله ففيه وجهان. وأذكر أيضا أنه جاءتني امرأة مع زوجها ويريدون الانفصال، وحاولت أن أقنع الفتاة بالصبر وعدم التعجل وإلى آخره، فما كان منها إلا أن وجهت لي الكلام وجاءت بالكنية، قالت أبو خالد. قلت نعم. قالت البنت إذا تريد أكل وشرب تقعد ببيت أبوها. هذه العبارة كافية، يعني معناه أنه جلست عنده فترة وما حصل منه شيء، فمعناه أنها تريد الفكاك ولا يمكن أن تصبر، وإذا صبرت فيكون فيه عيب. فبدل أن تجيب الاسم أو تقول القاضي أو كذا، قالت أبو فلان. أبو خالد. قلت نعم. قالت البنت لو تبي أكل وشرب جلست ببيت أبوها. خلاص ما بعد هالكلام شيء. ففيه وجهان. أحدهما لكل إن وجد بالآخر عيب مثله كالبخر، وهو الرائحة الكريهة، ينبعث من فمه أو ينبعث من فمها رائحة كريهة، وكل منهم فيه هذا الشيء. لا يزيد الرجل على المرأة ولا تزيد المرأة على الرجل، بل بكل منهما هذا الأمر. هل نقول كل واحد يتحمل الثاني أو نفرق بينهم؟ نعم. لكل واحد منهما الخيار لوجود سببه. قد يصبر الرجل ويتحمل، المرأة تقول لا أنا ما أصبر. قد تصبر المرأة وتتحمل والرجل يقول لا أنا ما أصبر. فإذا تحملوا جميعا فنعم، وإلا من لم يحتمل من حقه أن يرفع دعوى والقاضي ينصفه من خصمه ويحكم بما به براءة الذمة. نعم. فأشبه العبد المغرور بأمة، ولأنه قد يعني عندنا عبد وأراد يتزوج، قالوا له هذه حرة، وبعدين يوم تبين إلى ما هي حرة إلى أمة، قال لا أنا ما أريد أمة. وإن كان هو عبد وإن كان هو رقيق، والآن الحمد لله ما عندنا لا أمة ولا عندنا عبد ولا عندنا رق. وقلنا في تعريف الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فعبد كان يتطلع إلى أنه سيعتق من سيده وقت ما كان العتق الرق موجود، فتزوج بفتاة يظن أنها حرة وتبين أنها أمة. وعندنا الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة، فقال لا أنا مخدوع. قال ما يمكن أن تقول له أنت مثلي بعد كذلك، أنت رقيق. لا، هو تزوج على أساس أنها حرة وتبين أنها أمة، فمن حقه أن يقيم دعوى. نعم. ولأنه قد يعاف عيب غيره وإن كان به مثله. والثاني لا خيار له لأنهما متساويان في النقص، فأشبه القفيزين. وإن حدث العيب بأحدهما، إذا حدث بعد العقد فهذا له مجال ثاني، إذا حدث قبل العقد فيكون الإنسان قد غر، يعني غروه خدعوه لم يبينوا له الحقيقة، لكن إذا كان حدث بعد العقد فهذا له يعني له أحكام أخرى. نعم.
وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له مثل لو مثلا هو صحيح الجسم وسليم 100% بعد العقد بسنة بسنتين مرض الرجل أو توقف أو أصبح لا يستطيع أن يجامع زوجته أو أصبحت المرأة فيها من العاهات ما يمنع الجماع، فهذا لا خيار فيه. نعم. وهو قول أبي بكر لأنه عيب حدث بعد الارتباط بالزوج، لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع. أشبه الحادث بالمبيع. شيخ صديق وش معناها يا بني؟ أشبه الحادث بالمبيع. شوف يا شيخ بكاي، شيخ بكاي يقول اشترى سيارة. نعم، وبعدين وش سوى في السيارة؟ ركب السيارة. وين راح؟ الجدة ولا للطائف؟ وين راح؟ راح للطائف. وبعدين يوم طلعت مع الجبل انقلبت. طيب هل يرجع لصاحبها يقول لأن العيب حدث بها بعد الشراء؟ يقول أنا ما ضمنت لك أني يعني أكفلها لك مدة سنوات أو ما دمت في هنا أو كذا، لا، أنا سلمتك إياها سليمة، حدث العيب، خبطت المكينة، بنشر الكفر، كذا ما لي علاقة. وكذلك إذا كان بين الزوج والزوجة حدث بأي منهما عيب بعد العقد فلا يؤثر. نعم. والثاني يثبت به الخيار، وهو ظاهر قول الخرقي لأنه عيب لو قارن أثبت الخيار. فإذا حدث أثبته كالإعسار. يقول يعني القول الثاني إنه يثبت، لأن المرة تقول أنا قبل أتحمله لأن ما في عيب، الآن أصبح أنا أريد الإعفاف، هو ما عنده مقدرة. الرجل يقول أنا أريد الإعفاف وأريد الذرية، وهي الآن ما عندها إمكانيات ولا تستطيع أن تعدل المطلوب، فمثل هذه ينظر فيها القاضي ويحكم بما به براءة الذمة. وعندنا قاعدة يا شيخ تركي بأن حكم القاضي يرفع الخلاف. فمعناه لو أن الإنسان مثلا لو مرجوح، لكن إذا حكم به القاضي خلاص. نعم. فصل. وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره. يعني علم بالعيب وقال بأصبر لي يوم يومين شهر شهرين فلا يبطل خياره، لا يبطل الخيار. ما نقول انت رضيت، كان المفروض انك من اول يوم من ليلة الزواج من ثاني ليلة تبدي اعتراضك. لا، فيقول لا يبطل، لأن الإنسان قد يكون له ظروف، والجو له تأثير، الطقس له جو، الحرارة والبرودة والهواء قد يكون له أثر. فمن الناس من لا يكون له إيراب في هذا الشيء إلا في الصيف، ومنهم من لا يكون له إلا في الشتاء، ومنهم من لا يكون له إلا في الربيع، ومنهم من لا يكون له إلا في الربيع الخريف، 4 فصول. فإذا مرت الفصول 4 والرجل على ما هو عليه، أمكن المرأة أن تقيم الدعوى والقاضي يسمعها وينظر إليها ويعاملها بما به براءة الذمة. نعم. فصل. وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره. وقال القاضي يبطل. عندنا مثل شيخ صديق، لو السيارة علم الإنسان بالعيب وقال لا ما يخالف أنا موافق، فبعد ساعة ساعتين وقال أنا لا بطلت، نقول لا، أنت رضيت بالعيب فليس من حقك الخيار. لكن هذا يعني علم بالعيب وقال لعل وعسى، بعد شهر شهرين 3 فيمهل سنة، فإذا مضت السنة ولم يتغير الحال فعند ذلك القاضي
يحكم بما به براعة الذمة. نعم. وقال القاضي يبطل، وأصلهما ما ذكرنا في خيار الرد بالعيب في المبيع. وإن قال رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضا كالاستمتاع أو التمكين منه بطل خياره. فصل. وإن فسخ قبل المسيس فلا مهر لها، يعني فسخ النكاح قبل يحصل أي شيء. نعم. لأنه إن كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها، نعم، فأسقطت مهرها كردتها. وإن كان من الزوج فهو لمعنى من جهتها، لأن هي السبب، نعم، لحصوله بتدليسها، فأشبه ما لو باشرتها. وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط، نعم، لاستقرار النكاح بالدخول فيه. ونعرف أن المرأة تستحق كامل المهر وعليها العدة إذا أغلق الزوج بابا وأرخى سترا، أغلقوا الباب وسكروا الدريشة، فهي تستحق كامل المهر. وأما إذا لم يغلق بابا ولم يرخي سترا وإنما باب مفتوح، تمر أمها ويمر أبوها يمر أخوها إلى آخره، فهي لا يعتبر هذا يعني موجبا لكامل المهر، وإنما يكون بعضه كالنص مثلا. نعم. ويجب المسمى لأنه نكاح صحيح. المسمى يعني متفقين على 10,000، متفقين على 20,000، متفقين على 50,000، يجب المسمى. نعم. ففيه مسمى صحيح فوجب المسمى فيه كما لو ارتدت. وذكر القاضي أن فيه رواية كما لو ارتدت هي مسلمة، نسأل الله السلامة، خرجت عن دائرة الإسلام، خرجت عن الملة السمحة، فعند ذلك لا تستحق شيئا، لأن المسلم لا يكون تحته غير مسلمة إلا إذا كانت كتابية في الأصل، لكن مسلمة وغيرت فهي تعتبر مرتدة. نعم. وذكر القاضي أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر المثل بناء على العقل الفاسد، وليس هذا بفاسد، إذ لو كان فاسدا لما ثبت الخيار فيه. والفاسد لا بد من تصحيحه. نعم. ويرجع بالمهر على من غره. على من غره، يعني مثلا إذا كان الرجل العيب في المرأة والرجل والدها هو الذي غره، فالمرأة تستحق المهر كامل بدخول الزوج عليها، لكن الرجل يريد مثلا المهر ما يأخذ منها لأنها استحقته بدخولها، لكن أبوها اللي رتب الترتيبات هذه وأخذ المهر يعتبر هو الغار، فيؤخذ المهر من الغار، سواء كان أب أو أخ أو جد أو غير ذلك، يكون المهر على من غره. هي الزوج يجب أن يعاد له مهره لأنه قد غر. المرأة تستحق المهر اللي دخل عليها لأن الزوج دخل عليه، إذن من يلتزم؟ الغار، لأن حصلت القضية هذه بسبب ما حصل منه من التواء وتغيير للحقائق وإبطال للواقع، فهو يلتزم بتسليم الزوج ما دفع من مبالغ، فيكون الزوج يرجع على الغار. نعم. لما روي عن عمر أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون، نعم، أو جذام
الجنون فيه ضرر على الزوج، والجذام بعد فيه يعني تنتقل العدوى. نعم. أو برص، أو برص يعني يستقذره الإنسان. نعم. فمسها فلها، يعني جمعها، فلها صداقها، لها صداقها بالجماع اللي حصل. نعم. غرم على وليها، غرم على وليها، غرم نعم. على وليها، ولأنه غره في النكاح بما لأن الولي هو الذي غره، هي تستحق المهر بما حصل من فعل الزوج معها، والزوج يعود له مهره لأنه غر بهذه الفتاة التي لا يرغب الإنسان في البقاء معها. نعم. بما يجب به المهر فكان المهر عليه، كما لو غره بحرية أمه، كما لو غره بحرية أمه. وش نقول يا شيخ أحمد؟ وش معناها يا بني؟ كما لو غره بحرية أمه، كما لو غره، كما لو غره بحرية أمه. لا خلينا نشوف الشيخ جميل، لأن الشيخ جميل بعيد. يلا يلا شيخ جميل، وش معنى العبارة يا بني؟ نعم. لا اقرأ العبارة، اشرح لي العبارة هذه يا بني. شيخ جميل مبعد علشان يكون يسلم من الأسئلة. كما لو غر بحرية أمه، وش معنى العبارة؟ يعني إنسان تزوج ويجزم أو علم بأنها حرة، فتبين أنها أمه، فقد غر بذلك لأن عليه ضرر، فالمهر يعود، ومن قال له إنها حرة يلتزم بالمبلغ. قرب الشيخ، لا قرب قرب. وعنه لا يرجع على أحد، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، فإن لم يعلم الولي فالغرور من المرأة، وإن طلق الزوج ثم علم بها عيبا فعليه المهر، لا يرجع به على أحد لأنه رضي بالتزامه. فصل. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. إذا حصل مثل هذه ما يمكن أنهم يتفقون بدون حكم حاكم، لابد أن الحاكم هو الذي يحكم ويقول ثبت لدي كذا وكذا، وقد نفذت ذلك وأجزته وحكمت بموجبه، والتفريق بينهم، لأنه ما في طلاق، ما نقول له طلق، ولا والرجل يريد المهر وهي قد تقترن بزوج آخر، فلا بد من حكم حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. كذا يا شيخ جميل؟ لأنه مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للإعسار. طيب دكتور جميل نجم، وش معناها يا بني؟ فيقول كالفسخ للإعسار، هو تزوج والزوج مسؤول عن النفقة الزوجة وعن القيام بشؤونها، فتبين أنه فقير ما عنده شيء، فمن حقها أن تطلب الفسخ لأنه معسر، ومثل هذا لا يؤدي الغرض. نعم. فإن رده الحاكم إلى مستحقه جاز، والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق، لأن فرق بين الفسخ والطلاق، إذا كان فسخ فيمكن أن يعودوا إلى بعض بعقد جديد، وإذا كان طلاق إذا انتهت العدة فلا يعود أحد إلى الآخر إلا كزواج جديد، وإذا كان طلاق بائن فهي انتهت، لابد أن تنكح زوجا غيره إلى آخره. نعم. لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد المشتري. نعم. وإن اتفق على الرجعة لم يجز إلا بنكاح جديد، يعني بعقد جديد، إذا اتفقوا لو بعد ساعة، يعني مثل عندنا الخلع اتفقوا على أن يعني يخلعها بمبلغ يقدمه لها، واتفقوا على تقدمها على مبلغ تقدمه له، واتفقوا على أن تخلع نفسها بألف ريال، دفعت الألف وأجرى ذلك القاضي وأمضاه، فليس من حقهما أن يرجع إلى بعضهما إلا بعقد جديد،
ولو لم يمضي على العقد على الخلع إلا ساعة واحدة، بينما إذا كان طلاقا رجعيا فيمكن يقول مثلا بعد ساعة أو ساعتين يقول رجعت إلى زوجتي. والرجوع أو الرجعة قلنا إنها تكون يا شيخ تركي تكون بالقول وبالفعل، بالقول أن يقول راجعت فلانة ولو بعد ساعة من الفرقة وخلاص ولا يبي عقد ولا يبي شيء، وبالفعل أن يفعل ما يفعله الرجل مع زوجته مما أحل الله له. نعم. ويرجع على طلاق ثلاث. وقال أبو بكر فيها قول آخر إنها تحرم على التأبيد لأنها فرقة حاكم. هذا قول آخر يقول كالملاعنة، وفرق الحاكم، الحاكم فسخ، والحاكم هو القاضي الشرعي فسخ، فيقول هذا القول الأخير كالملاعنة، والملاعنة تفريق على التأبيد ليس له زمن محدد وإنما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. فأشبهت فرقة اللعان، ولنا أنها فرقة لعيب. فرقة لعيب وفرقة اللعان لا، لأمر اعترض هذا الزواج ويعني خرب بينهم. نعم. أشبهت فرقة المعتقة تحت عبد. نعم. فصل. وليس لولي صغير. عندنا صغير، ولد صغير أو بنت صغيرة، ليس لوليهم أن يزوجهم بما فيه عيب، فليس لولي الصغير أن يزوج ابنه فتاة فيها عيب، وليس لولي الصغيرة أن يزوجها رجل فيه عيب، لكن إذا كانت كبيرة والإنسان علم بالعيب واقتنع يعني المقال مقال الزوج أو مقال الزوجة صاحب العلاقة إذا كان إنسان كبير، أما إذا كان صغير فهو حتى يعني حتى هذه السن لم يبلغ إلى أن يكون كلامه معتبرا، فقد يرعوي أو قد يرغب في شيء وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة، فلذلك قال إذا كانت صغيرة أو صغير فليس لوليهما أن يزوجهم بما فيه عيب وإن راضيا به، وأما إذا كان كبير فإذا كان الزوج قد رضي أو الزوجة قد رضيت فالعبرة بقولهم وليس بقول الولي. نعم. وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب لأن فيه ضررا بهم وعليه النظر في الحظ لهم فيما يصلح، لأنه قد يكون مثلا يتهم أنه وجد بنت بيزوجها لولده وعمر الولد هذا 10-12 سنة أو كذا، فقال زوجه وإن كان فيها عيب، أو البنت مثلا والده أراد أن يتخلص منها، لأن بعض الناس قد يكون له مشارب لا تقرها الشريعة ولا توافق عليها، فلا إذا كان صغير هو أو هي صغيرة فلا يزوج إلا بمن هو سالم من العيوب، وأما إذا كان كبير فلا حرج. نعم. ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأن فيه ضررا بها، فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين لم يملك منعها. إذا رغبت التزوج الفتاة بإنسان مجبوب يعني مقطوع الذكر أو عنين يعني الذكر موجود لكن ما يستطيع الجماع فوليها لا يملك، لو قالت أريد هذا أنا أعرف حاله وليس لرغبة في الجماع وإنما أريد أن يكون معي ويسليني وينفق علي إلى غير ذلك من الأمور لأنها هي صاحبة العلاقة. نعم. لأن الضرر يختص بها
وإن أرادت التزويج بمعيب غيرهما التزوج وإن أرادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها لأن عليه ضررا وعارا. نعم. ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها. نعم. ويحتمل أنه ليس له منعها قياسا على الجب والعنة. نعم. فإن رضيا به جاز ويكره. قال أحمد: ما يعجبني أن يزوجها بعنين، لأن لو رضيت اليوم بكرة تبي تعثر، قد تقول ما عندي مانع أريده ولو كان عنين، لكن إذا مضى شهر شهرين ثلاثة يتغير وضعها. فيقول الإمام أحمد رحمه: ما يعجبني، فكونه يزوجها إنسان سالم من العيوب أولى وأتم وأكمل. نعم. وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت. نعم. وإن حدث العيب بالرجل أو وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ. يعني ولي ما يقول بنفسخ، ما دامت المرأة راضية ندعها لأن هي صاحبة العلاقة، لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه اللي هو الولي. ولهذا يملك منعها من نكاح العبد لأن فيه عار عليه، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ. لعلنا أيها الأحباب يعني يقول وإن عتقت تحت عبد فلا يجبرها على الفسخ، بل إذا رغبت فمن حقها، وإذا لم ترغب فتبقى معه. ونكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.